فضيلة الشيخ وفقكم الله. يقول السائل: عندنا في البلد عادة مشهورة وهي الوقف على المساجد، لكن بعض الناس في بلدنا يحدد مسجدا معينا ويكون هذا المسجد فيه قبر لاعتقاده أن هذا المسجد أجره أعظم. يقول: هل يستمر في إجراء الوقف على هذا المسجد أو يعدل؟ هذا وقف على بر، على الشرك، ما هو على بر. الشرط في الوقف أن يكون على بر. هذا لا يصح، الوقف على المساجد اللي فيها قبور هذا لا يصح. نعم، ما هو وقف على بر. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.